الخوف هو جزء من حياة الإنسان عايش فيه بشكل مستمر. بس هون الرب بقول لا تخاف. يس. أنا مش عايزك تخاف. في مرة خادم للرب كان ماسك بإيد ابنه طفل سنتين وماشي معاه على الشط، فجأة أخذ إعلان من الرب. قال له الرب، قال له شايف أنت اللي ماسك إيد ابنك، مش ابنك اللي ماسك ماسكك إيد. صح. أنت اللي ماسك في إيده. قال له أيوه. قال له أنا اللي ماسك في إيدك في هذه الحياة. بالضبط. أشعياء عارف هالكلام، الممسك بيمينك القائل لك لا تخف. أنا معك. اللي بيطمني وبشيل الخوف من حياتي إنه الرب معي.